شلونك حبك؟ والله نرجع لي ورا، شو اخبارك؟ حافظ البرنامج؟ لا والله صح. ما حافظ، راح اسالك وتجاوبني. من تجاوبني ما تقول لي ايه، ما تقول لي لا، ما تقول لي كلا، ما تقول لي نعم، ما تقول لي يس. شايفه صدق هالشكل ماكو، اكيد متاكد ماكو، بلي ماكو، متفقين؟ متفقين. يلا الزم المايك، نرجع لي ورا شوي وبلشنا. شلونك؟ الحمد لله. كبس لي صوت. الحمد لله. هذا ابو الباص موتنا، ابو الباص صوره لابو الباص صوره، والله موتنا. هذا يدق هون نخبلنا. يلا شلونك؟ زين. ترى احنا بلشنا، ارجع لي، بلشنا. يابا انت ايش تشتغل؟ طالب تحليلات. ها طالب؟ طالب. متأكد؟ متأكد. متأكد. ما عندنا متأكد. رجع المي. لا ما قلت متأكد. ما قلت لعن متأكد. صدق؟ أعدك يا احمد. يلا. يس ونو ماكو. بلي ماكو، أكيد متأكد. هالشكل ماكو، هالشكل ماكو، هالشكل ماكو. متفقين؟ متفقين. هاي مالتك هسه وين؟ ماشي. بلش؟ ماشي. أنت طالب وين؟ طالب تحليلات. تحليلات يعني شنو هاي؟ على الصحة؟ على الصحة. على الصحة؟ على الصحة. يا مرحلته؟ ثالثة، رحت الرابع. رحت الرابع؟ رحت. متأكد؟ رحت الرابع. رحت الرابع؟ رحت الرابع. هاي شنو؟ رحت الرابع. راح شنش لا ما قلنا. يلا انت وين ساكن؟ بالبياع. بالبياع؟ بالبياع. بالبياع بالكرخ بالرصاف، وين صاير بياع؟ كرخ. بعد كرخ؟ كرخ. متأكد؟ كرخ. لا 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 كرخ. كرخ. ما في ضيق. يلا انت مرحلة ثالثة؟ ثالث. لا رحت الرابع. لا يلا ولا يهمك ولا يهمك. شلون صحتك؟ شو اخبارك؟ الحمد لله. مع قناة الرشيد، قناة العراقية. ايه. الله يخليك. راح اسألك. ايه. وتجاوبيني. حافظت انت؟ اي ملاوي. عافية عليك. اي. تجاوبيني اي، ما تقولين لا، ما تقولين كلا، ما تقولين نعم، الشكل ماكو، بلي ماكو، اكيد متأكد ماكو، افترضي شوية. طيب تعال. زين؟ بعلي الشكل ماكو، الشكل ماكو. ماكو. متفقين؟ متفقين. يلا بلش؟ بلش. يا بشلونك؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ الحمد لله. انت طالبة؟ علينا المي. طالبة. طالبة؟ طالبة. متأكدة؟ طالبة. طالبة وين دومي؟ كلية إعدادية. إعدادية. أجميش؟ على كيف؟ على كيف؟ على كيف شباب؟ إعدادية؟ إعدادية. أدبي؟ علمي. علمي؟ علمي. شنو أنت مو زينة في الدرس؟ لا. 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 طيب. يا مرحب يا مرحب. أول مرة شلونكم؟ أنت اسمك؟ أسل. أسل؟ أسل. يوم ما بدو الأسل أعلى اسم. وتي شو اسمك؟ غسل. ها؟ غسل. غسل؟ غسل. غسل. وتي؟ أسل. يعني أنت غسل؟ أسل. أسل. يلا. أنت حافظ البرنامج؟ أي. من يشارك؟ أنت لو ماما لو هي؟ هي. ماشي. إلزم المايك. ها. نفترض هي شبع على هاي الكاميرا صار بواها. أنت شاركين؟ أي. ماشي. حافظي؟ أي. أعيد سيانة. يا بترى سبحنا. يا بترى تنقعد قدم كويس. يلا. راح اسالك شو تجاوبيني؟ من تجاوبيني؟ انت وين رايح؟ بعد تربية مام؟ من تجاوبيني؟ ما تقولي لي اي، ما تقولي لا، ما تقولي كلا، ما تقولي نعم. اوكي؟ الشكل ماكو، وعي علي. الشكل ماكو، بلي ماكو، اكيد متاكد ماكو. ترفعين المايك وتعلين صوتك، زين؟ اكيد متاكد ماكو. زين. نبلش؟ نبلش. ماما نبلش؟ نبلش. يارا بلشنا. يارا شلونك؟ زينة. شو اخبارك؟ زينة. انت اسمك؟ اسل. علي لي صوتك. اسل. ثلاثي. أسل صادق خماس. ها؟ أسل صادق خماس. خماس؟ خماس. 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 خماس يصير بابا؟ جدي. يصير جدك؟ جدي. وأنت اسمك أسل؟ أسل. أسل. وغزل من بعد؟ أختي. هاي غزل؟ أختي. هاي أختك؟ أختي. شقد عمرها؟ ستة. إحنا هنا صرنا مي بناتنا الحكي، ها؟ ستة. ست سنين؟ ستة. وأنت قد عمرك؟ 11. أنت 11 عمرك؟ 11. متأكدة؟ 11. زين بيتكم وين؟ بالكرادة. بالكرادة؟ بالكرادة. كرادة الخيط اللي أبو قلام. عرصات. على العرصات؟ عرصات. بالعرصات وين؟ كراج الفين. ها؟ كراج الفين. كراج الفين. كراج الفين. كراج الفين. يعني كراج الفين. كراج الفين. والله حافظ البرنامج أكثر مني. عم يفاجئك يا صف قوله. والله تدل. اسمك أسل؟ أسل. وغزل منه؟ أختي. يا بشلفتي بعد طلعنا. وين جائزتك؟ هات حبيبتي هاي جائزتك. مقدمة من قناة الرشيد وجائزة طبعا برعاية شركة شهد الجهود التقاطع المسبوح حيامكم مو بعيدة مقابل سفارة ألمانية وعاشتيني. شكرا شكرا, شكرا مدام. السلام عليكم. شلونك استاذ راسي؟ شو اخبارك؟ تعال قرب شوية يمنا، احنا متعنين على موتكم. شلونك حبيبي؟ اه يضحك ابو سمره يضحك. انزل
شلونك حبيبي؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ الحمد لله. هذا ابن ان شاء الله يحفظك؟ يلا تعال تنقعي، تعال من هنا، تعال هنا. يلا شلونك؟ الحمد لله. هو الحجيه مشارك بس انت؟ ايه. ماشي. تحافظ البرنامج؟ متأكد؟ متأكد. يلا راح اسألك وتجاوبني، خوش؟ يلا علينا المايك. وتجاوبني سريع مو تغلس. إذا تعلق أقول لك اطلع بوجه. إيه. بلشنا، شلونك؟ الحمد لله. شو أخبارك؟ الحمد لله. تحب الطوبة؟ إيه. إيه. ماكو إيه. السلام عليكم. وعليكم السلام. أعيد الشاهد؟ لا أعرف البرنامج. نبلش؟ نبلش. بس ما يصير تجاوبني بطيء، لازم سريع. يلا، وقت الغالي مساء الخير. مساء النور. شلونك؟ هذا باعي، هذا شايل الجوائز كلها. ابو الدخل ركز وياي عمود، نقلب بالدخل. أوه. ماشي اوكي. يلا بلشنا. شلون الصحه؟ الحمد لله. حضرتك معيده؟ معيده. اذا صفني هالقد سالفتنا طول، لازم سريع تجاوبيني. حضرتك معيده؟ معيده. بيا كليه؟ كليه اداره اقتصاد. اداره اقتصاد. ماكو طينا تشانس. تأمرين امر معيدتنا الغاليه. إدارة الاقتصاد وين صايرة؟ بجامعة بغداد؟ جامعة بغداد. اللي بالجادرية؟ بالجادرية. نفسها لو بنهيتها بالعظمية؟ لا بنفسها. لا نفسها. طينا الموز بعد وين يصير؟ يلا شكرا جزيلا. الله يساعدك. الله يخليك. باع جنبجة. اليوم عالقها. الله يخليك. يلا شلونك؟ الله يخليك. شو أخبارك؟ الحمد لله. صعد لنا شو اسمه؟ تسألني أنت؟ ليش مو أنت تسألني؟ أنا أسألك. يلا ولا يهمك. بلش؟ نبلش. وبلشنا. شلونك؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ زين. هذا دي اصور اخوك؟ هذا صديقي. هذا صاحبك؟ صاحبي. نفس المنطقة؟ من نفس المنطقة. متأكد؟ من نفس المنطقة. شو اسمه؟ مصطفى. مصطفى؟ شو يصير منك؟ صديقك؟ هو يقول صاحبي، اكو فرق صاحبي يصير نفس الشيء. والله معلومة. انت وين ساكن؟ الناصرية. من الناصرية؟ من الناصرية. والنعم من سوق الشيوخ شطرة حبوبي؟ لا من المركز، من المركز، من الحبوبي. من الحبوبي؟ من الحبوبي. ابو الناصرية هاي عبرنا لها، هو ايش يسوي؟ كفو منك، كفو. يلا والله والنعم. اهلنا وعاد اهل الناصرية اعلام تاج على راسه. باشر احكي لي شنو؟ نبي غير يثبت هسه هو. يابا انت وين بالناصرية؟ بيتكم ركن؟ العفو العفو العفو. نفس المركز. مو افتهمنا، بيتكم ركن؟ مو ركن. مو ركن؟ مو ركن. بالفرع صاير؟ لو على الشارع؟ على الشارع. متأكد؟ على الشارع. عاشت ايدك. شو وقت جيت لبغداد؟ صار لي يومين. صار لك يومين؟ صار لي يومين. جاي من قرايبك ام اصدقائك؟ أصدقائي. أصدقائك؟ أصدقائي. جيب أبو الناصرية. أبو الناصرية موتنا. شلونك؟ الحمد لله سلام. أعيد لك ياهن؟ كيفك؟ كيفك أنت؟ حافظك؟ كيفك؟ لا ما حافظك. حاشي لك وتجاوبني. ما تقول لي إي، ما تقول لي لا، ما تقول لي يس، ما تقول لي نو، ما تقول لي كلا، ما تقول لي نعم. ضاع علي. هالشكل ماكو، هالشكل ماكو، أكيد متأكد ماكو. بلي مال بيبي ما نقولها. متفقين؟ متفقين. متعلق تصفن نقول لك بوجه ابتدس. يلا. علينا المايك وبلشنا. شلونك؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ بخير. يا بت وين اهلك؟ بسيديه. انت من السيديه؟ اي نعم. اي نعم. ابو واحد اثنين. لا قبه تدرس للسيديه. قبه تعال. يا شلونك؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ الله يخليك. ان شاء الله زين. زنده. انت نايم؟ لا قاعد. عافيه. حافظهم؟ حافظهم. نبلش؟ نبلش. وبلشنا. يلا قاعد. ابو الدخل باع جوائز. رشيد تقول لك تؤمر امر. ان شاء الله. يلا. أريدك سريع شوي. إن شاء الله. عاشت إيدك. شلونك؟ الحمد لله. تحب الطابع؟ إن شاء الله. إن شاء الله. أنت دازك من الحجاني؟ طابع تحبه؟ إي أحبه. إي. ما يصير. يلا. شلونك؟ الحمد لله. شو أخبارك؟ تمام. حافظت البرنامج؟ حافظت. عاشت إيدك. واخذ المايك إذا حافظته راح نبلش. بس مو تجاوبيني لا. إي لازم سريع. وبلشنا. شلونك؟ الحمد لله. أنت طالبة؟ طالبة. وين؟ بغداد. علوم اقتصادية. علوم اقتصادية وين بجادرية؟ بالاسكان. ها بالاسكان، يعني تبع كلية المامون مو؟ واحد. واحد؟ واحد. وين صايرة بالضبط؟ بالاسكان، يم المخازن. ها يم المخازن؟ اي يم المخازن. اي يم المخازن. قبل للمخازن. شلونك عيني؟ الله يسلمك الله يخليك. اي والله. مو صحيح؟ ومتابعي وبناتي دائما يباعني. الله يحفظك. اي والله. الحلوه. اي والله وانا اعلمها هاي قمر بس تستحي شويه. قمر شلون؟ اي وهاي زهوره. صورها الزهوره يا بابا. اي صورها هاي. صورها الزهوره تخبر. حافظه؟ اي حافظ. نبلش؟ نبلش ان شاء الله. ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يسلمك الله يخليك عيوني يا مرحبا. تشتغل؟ اشتغل محل مال اقراص. يعني سيدي؟ سيدي. سيدي. وين باب الشرجي؟ حي العامل. حي العامل. حي العامل. فيديوهات تبيعون؟
سيدي وعيت اصلا سيدي اصلا نقول اطلع بجر ان شاء الله ان شاء الله سيدي بس سيديات وديفيديات سيدي العاب ها العاب العاب يعني مو شغله سينما وهذا افلام بلايات 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 على بلاي 2 بلاي 3 بلاي 2 بلاي 3 اكس بوكس متاكد اكس بوكس 360 بلاي 2 بابا راح يكسر ولك بابا راح يكسر بس دلني الله يرزقك ان شاء الله الله يسلمك الله يخليك وين بحي العام قلت لي حي العام اليوم مول الحياة الجديد ها؟ مول الحياة الجديد مو على البياع مقابل مول الحياة الجديد مو البياع حي العامل حي العامل حضرتك كم طفل عندك؟ طفلين بس دني؟ بس دني الله يحفظهم ان شاء الله الله يسلمك الله يخليك انت وين قاعد يم اهلك لو وحدك؟ ويا اهلي حاليا هسه ويا اهلك؟ ويا اهلي حجه موجوده؟ لا والله ها لا الله يرحمها برحمته الواسعه الله يسلمك الله يخليك الله يخليك البركه بيكم اشكرك رحم الله والديك رحم الله والديك اشكرك رحم الله والديك مش بابا فؤاد دنيا شكرا صبقوا صبقوا شكرا ممنون منكم ممنون من قناه الرشيد والله يبارك فيكم الله يسلمكم قناه الرشيد قناه العائله العراقيه ان شاء الله الله يحفظكم والله يخليكم شركه الشهد الجود الوكيل الحصري لشركه دون اير وكان بتقاطع المسبح مقابل سفاره المانيه وتامرنا رحم الله والديك واشكرك تاج راسي ممنون شكرا شكرا السلام عليكم السلام شلونك يا غازي حبيبي شو اخبارك الله يحفظك استاذ جهالك الله يحفظهم الله يحفظ حافظ البرنامج لا لا ما حسالك وتجاوبني خلنا نوقف خط خلنا نوقف خط يلا تعال ابراهيم ولك عقب ابراهيم عقب نسبه تعال يا ابراهيم راح نسالك على راسي وتجاوبني من تجاوبني ما تقول لي ما تقول لي لا نعم تقول لي كلام تقول لي نعم ما تقول لي يس ما تقول لي نو هالشكل ماكو هالشكل ماكو بلي ماكو اكيد متاكد ماكو متفقين متفقين بلش بلش هذا الهدوء ما يفيدني بالسرعه نعم اذا هدوء اقول لك في مال لا يلا بلشنا شلونك زين يا سلام لله زين شلونك ذولا كلهم جهالك جهالي الله يحفظهم من الكبير شو اسمه اوس وهاي شو اسمه يقين يقين موتكم بين وقع لا فقيره يقين هي الخير والبركه وهاي شو اسمها الحلوه هاي يقين تخبل وهاي حلوه ها منو هاي بنت اخويا هاي انت اختها يعني بنتك اي خلصت عليها بنت اختي اي السلام عليكم وعليكم السلام الله يساعدك يستغرب من عندك ولك شايف جني شنو شلونك احلى شوي الله انا احلى من الجني شوي شوي فارق منا اي طبعا شلونك حبيبي اهلا وسهلا حافظ البرنامج لا قول لي زين احنا حنسالك وانت تجاوبنا يلا تفضل ما تقول لنا اي ما تقول لنا لا ما تقول لنا كلا ما تقول لنا نعم هالشكل ماكو اي شيء ما بي موافقه وقبول عشت ايدك حتى صحه صدور مو عدل ماشي يعني ما يصير اقول لك صح الزم صح ماكو يلا بلش العالم كله حفظته صارنا سنه نعيد ونسمع لا خلي عندك اياهم مو انهم قلت لك اياهم انت قلت اياهم بس ما اقول لك صح لا صح ما تقول لي اوكي ما تقول لي اكيد ما تقول لي متاكد ما تقول لي بلي ما تقول لي هالشكل ما تقول لي بسوى عليك هالشكل ما تقول لي هالشكل ماكو اوكي الجواب كله سهل يلا نبلش تقول يا الله انت ما يخاف بس ارجع جوابك بالقبول وقت يمك انت قلت لك موافق شلون موافق ماكو خلص مال ظروف بلشنا شلونك حبيبي اهلا وسهلا مساء الخير عليك علينا وعليك حضرتك وين ساكن بغداد جميله جميله صايره بالرصافه نعم شلونك الحمد لله شو اخبارك الحمد لله اليوم عالق اليوم محترق الدنيا لا يلا الزم شلونك الحمد لله زين حافظهن يعني اعيد لك اياها يعني عيد هم يعني عيد اعيدها راح اسالك وانت تجاوبني ايه؟ من تجاوبني ما تقول لي اي ما تقول لي لا ما تقول لي كلا ما تقول لي نعم ما تقول لي يس ما تقول لي نو اوكي ما تقول لي بلي اوكي ما تقول لي اكيد صح ما تقول لي متاكد هذا هو هالشكل ماكو هذا هو هالشكل ماكو هذا هو زين هذا هو متفقين متفقين وبلشنا بطيء بالحكي نقول لك بوجهك لا يعني. يلا بلشنا شلونك الحمد لله شو اخبارك زين انت يا مالي 2000 2000 2000 متاكد 2000 عاشت ايدك طالب طالب وين ثالث الثالث ثالث 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 هاي عيوني شنو وين وين كنا نحكي بقول لي وين كنا نحكي ثالث ثالث بالثالث ثالث اكبر اخوتك اكبر اخوتك متاكد اكبر اخوتك انت اكبر اخوتك اكبر اخوتك الصغير شو اسمه امير والوسطاني احمد والكبير سجاد انت سجاد سجاد انت سجاد يسحق بيت ابو سجاد بيت ابو سجاد لو بيت ابو احمد بيت ابو سجاد احمد قد عمره 12 سنة 12 سنة انت شو عمرك 18 انت 18 18 يعني اكبر منه بكم سنة بست سنين انت 6 سنين مو صحيح 6 سنين مو 6 سنين 6 سنين احكي لي بيتكم ركن
ركن. ابوك عنده سياره؟ عنده سياره. شنو هي سيارته؟ بيجو. بيجو وارد امريكي؟ ايراني. ايراني؟ ايراني. تاكسي؟ تاكسي. يشتغل بيه تاكسي؟ يشتغل مرات. مرات؟ جيب باوع. تحافظين برنامج؟ حاضر. تأكيد؟ اكيد. يلا نبلش. راح اسالك وتجاوبني، من يجاوبني ما تقول لي اي، ما تقول لا، ما تقول يس، ما تقول نو. هالشكل ماكو بلي، ماكو اكيد، متاكد ماكو، لان كلهم ماكو. هالشكل ماكو، هالشكل ماكو. بلشنا. شلونك؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ الحمد لله. ابوك وين؟ عيال. ابوك؟ ابوي. متاكد؟ ابوي. ابوك شو عمرك؟ 13. 13 سنه. وين تداوم؟ قدمت على الحافيه. شنو هي الحافيه؟ متوسطه. شو وصفه؟ تواصل. يعني درست خلصت السادس ابتدائي؟ خلصت السادس. البكالوريا؟ بكالوريا. شلون امتحانك؟ كان زين ولا صعب؟ زين. متأكد؟ زين. زين. زين عاشيلك. كم أخذك؟ اثنين. وين؟ أخو أخوي. ها يعني هذا أخوك؟ أخوي. شو اسمه؟ مصطفى. وأنت شو اسمك؟ محمد. أنت محمد؟ محمد. وهو مصطفى؟ مصطفى. أبوكم شو اسمه؟ فراس. جدكم شو اسمه؟ محمد. يعني أنت مصطفى محمد؟ انت محمد فراس محمد. انت فراس محمد؟ شنو محمد فراس محمد. يعني جدهم اسمه محمد؟ جد اسمه محمد. متأكد؟ جد اسمه محمد. هذا فاز وياي سبع. وين جوائزته؟ ياكل جوائزه؟ اوه تعال حركته. ما جوائزتك؟ ما يصير. تعال تاخذون الدخل كله وطلعون. شلون؟ شو تقول القناة الرشيد؟ والله قناة حلوة. ايه؟ وانت احلى شيء في القناة. انت حلو حبيب قلبي. وانا منتظر إيه؟ اشارك من زمان، من اول. صدق؟ والله. اول ابتدائي؟ من اول ابتدائي. عم احنا صف مصانع سنه 100 هنا. اي يعني مو من الاول، من الثالث، انتظرك دائما يا بابا. الله يحفظ لك يا هذا سبع، ودير بالك على بابا. لا تتعب بابا. هذا مخلص التمن. هذا مخلص التمن. السلام عليكم. شلونك يا حبيبي؟ هذا لو بالمصور ما ادري بالسقف مش عنده. شلونك خوي؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ انزل. حافظ البرنامج؟ حافظ. مو؟ اي. متاكد؟ يلا. راح اسالك احكي له مقطع. واخوي هم يناوشك منه. دبر طابوق خفيف. بلشنا. حب شلونك؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ الحمد لله. انت ايش تشتغل؟ طالب. طالب وين؟ سادس. اعدادي؟ ايه. ما نقدر نعطيك شانس. خلي انت تشارك؟ تشارك لو هو يشارك بمكانك. انت بكيفك، هو بعد سقط حقه. هو يشارك. صاحبك؟ ابن عمك والنعم والله عاد ابن العم. توب. فاكر شو اسمه مالته؟ يلا ركز. اذا خسرت بعد انت تحاسب. انت ما له علاقه. يا بنت ايش تشتغل؟ طالب. طالب. وين تشتغل؟ بس تقرا. انقلب شارع رشيد. الله بالخير. امنا يسعد النفرات. حبي انت وين اهلك؟ بالحسينيه. بالحسينيه؟ بالحسينيه. متاكد؟ بالحسينيه. بالحسينيه وين؟ بالضبط. بالبدايه بالنهايه بالوسط؟ بالوسط. بالوسط؟ بالوسط. بالوسط. تكبر اخوتك؟ وسط. انت وسطاني؟ وسط. كبير شو اسمه؟ احمد. ابو شهاب. احمد. شو رايكم بيت ابو احمد؟ بيت ابو احمد. تعرف السوق سياره؟ ما اعرف. ما اعرف. ايش طلعت يا يلا تدلل. لان انت ما قلت الشيء غلط يعني عادي. حبي انت قلت لي كبير. وسط. انت الوسط. وسط. انت الوسطاني. الحاج ايش يشتغل؟ عسكري. عسكري؟ عسكري. قديم ولا هسه؟ قديم. هم هسه ولا قديم؟ كلهم خير وبركه. قديم. هم رفعت راسنا. وتقاعد؟ بعده. بعده؟ بعده. اي. احكي لي مدرستكم شلونها؟ زينة. زينة؟ ما وجدت سجودي بعد شي عبر لي. يلا. مساء النور. الحمد لله. راح اسالك وتجاوبيني. ماشي. من تجاوبيني ما تقولي لي اي، ما تقولي لا، ما تقولي كلام، ما تقولي نعم. ايه. واخذ المايك. ما تسوي لي هالشكل، هالشكل ما تسوي لي. ماشي. ما تقولي لي اكيد، ما تقولي متاكد، بلي ما تقولي لي، ترجع على الكاميرا شوية. متفقين؟ ماشي متفقين. بلش؟ انت بلش. هاي صديقاتك؟ ايه. هاي اختي؟ وهاي اختي الاخرى. يعني ثلاثة اخواتك؟ اخواتي اثنيناتهم. ايه. نسيت. شلون زين؟ شو اخبارك؟ الله يحفظك. يلا الله يساعدك. شلونك؟ زين. يلا زمن المايك. شلونك يا باشا؟ شو اخبارك؟ الله يحفظك. يابا حافظ. حافظ البرنامج. واعد لك ياهن. اسالك افترنا شيء من الكاميرا واسالك وتجاوبني. من يجاوبني؟ ما تقول لي اي، ما تقول لي لا، ما تقول لي كلا، ما تقول لي نعم. بس انا على من دعيد انت حافظ؟ نعم حافظ. حرك. حرك. روح. يابا شلونك؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ زين. هاي شو يصير منك؟ من عمي. مو صاحبك؟ من عمي. من عمك؟ من عمي. صار له شقد من عمك؟
ابن عمي من الولد انا ادري ماشي هاي هاي محيره ولا يهمك يلا يلا انت وين ساكن بغداد من بغداد بغداد كيف رصافه رصافه عن رصافه رصافه متاكد رصافه عايش تيده وين من رصافه شعله مش شعله 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 بالرصافه ناصب عليك والله ناصب عليك ده بالكرخ بالكرخ متاكد متاكد طيب ماكو متاكد يلا تعال ابن عمي هو قال لك ابن عمي شو ادعو في ابن عمك شو ما عافك تعال وقف صفر ما عافك يا الله يساعدك خو ما عيد لك اياها نعم عاش شلونك زين شو اخبارك الحمد لله يا متى مواليد 97 97 ها 97 97 97 97 ايه. اي نعم طيب والله ما تقول والله شلونك الحمد لله عافك البرنامج لا يحفظك يلا حعيد لك اياها حسألك وجاوبني نجاوبني ما تقول لي ايه ما تقول لي لا ما تقول لي كلا ما تقول لي نعم تقول لي يس انت نايم شنو لا قاعد عفيف يلا بلش بلش هلا ابو عثمان شلونك الحمد لله اسمك الثلاثي عثمان سلام جاسم ها عثمان سلام جاسم عثمان سلام جاسم يعني جاسم ابوك جاسم ابويا لا جاسم جدي لا يلا عثمان لا تقول لا شلونك عين حياتي شو اخبارك شلونك احنا مرات جمهورنا الحبيب نوقف بمكان واحد حتى من نربك الموجودين من نربك الموجودين ماشي انت مو يمك انت شنو التزم يلا بلش 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 يلا راح اسالك حافظ البرنامج اسالني انت يلا ما تقول لا تقول اي لا تقول يلا هو راح يسالني ليش لا تقول كل شيء ما اقول كل شيء شو اسمك يلا اول مره قول لي نبلش لو لا نبلش يعني بلشنا 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 نسال شو اسمك تيسير تيسير شنو احمد احمد ابوك احمد ابويا ليش زين هاي العالم بدي اشوفها اشوفها ليش بدي عيون اشوفها زين هذا صار هنا تنزل اوكي اوكي انت بطيء كلش يلا يلا اوكي يلا ايش لابس بنطلون ليش اطلع مصلخ يلا ستة سنة أنا سألك ستة خسرت أنت فايز أنا هو ما راضي يقول أنت فايز يلا شلونك حياتي شو أخبارك حياتي كم مالي 94 94 94 ليش شنو ليش ما نشوف وجهك لا والله ما يزهروني 94 زهروني يلا أوكي يلا شنو 94 94 أنت أكبر أخوتك أكبر أخوتي الجزم أنت كبير كبير ايش قد اكو اصغر منك؟ ثلاثة ثلاثة؟ روح تنس على ثلاثة، جنم السلام عليكم شلون الصحة؟ يمه شلونك؟ يمه سلام لله عليكم السلام اي تسمحي لي اقعد؟ انا هم وليدك ولاني خواتي الله يخليك مساء الخير شلونكم عيني؟ شلون الصحة؟ انتم تعرفون البرنامج لا؟ حافظين البرنامج يلا نتشرف فيكم يابا راح اسألك وتجاوبيني اخذي المايك من تجاوبيني ما تقولي لي إيه ما تقولي لي لا ما تقولي لي كلا ما تقولي لي نعم ما تقولي لي يس ما تقولي لي نعم هالشكل ما تسوي لي بلي مال بيبي ما تقولي لي أكيد ما تقولي لي متأكد ماكو بس انتبه علي لا متأكد ولا أكيد اثنيناتهم ماكو انتبه علي هالشكل ماكو هالشكل ماكو هالشكل ماكو متفقين أوكي نبلش يلا نبلش تجاوبين سريع بس يعني على كيفك بعيوني احنا جايين نشوف الوجوه الحلوه وانتوا اهلنا وتاج راسنا وقناه الرشيد هي قناه العائله العراقيه وبلشنا يا مساء الخير مساء النور حضرتك معيده متخرجه حضرتي على الماجستير ولا بعد بعد ما حضرتي ماجستير بعد بياكل لي هندسه متاكده هندسه عاشتي لك وين ساكنه بالسيديه انت من السيديه سيدية بيتكم ركن؟ صف الركن صف الركن؟ صف الركن باركم أبيض؟ رصاصي زين إذا صبغنا باركم التيهين؟ ما تيهين ما التيهين عاشت يدك حضرتك متزوجة؟ عزباء زين عندك إخوان؟ عندي كم واحد؟ اثنين وخوات؟ عندي زين خير من الله ما تبدو قليل زين ثلاثة ثلاث بنات؟ ثلاثة وولد اثنين؟ اثنين أنت وياهم؟ محسوب على مو ياهم يعني أربعة يعني أربعة أنت سبعة يعني سبعة مو صحيح الحجي موجود موجود الحجية موجودة موجود الحجية مو
موجود. الله يحفظها ويطول عمرها. يا باي فازت يونا والله العظيم فازت يونا ما قدرت لها. الله يحفظها ان شاء الله. جائزه جائزه وين انت وين رحت؟ وين جبت هاي جائزة؟ شفتي غاليه. شكرا. مقدمه من شركه الشهد الجود الراعي الرسمي لشركه يونا اير من خلال قناه الرشيد. وتأمرين امر وشرفنا شرفنا يمه. ما وجناك والله. شو تبايجه من عندنا؟ لا يلا الله يحفظك البنات ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا مع السلامه. السلام عليكم. وعليكم السلام. شو يسوي عندك؟ مايك عندي غير انا وانت. يلا معك فرق. شلونك حبيبي؟ حبيبي. شو اخبارك؟ يلا حاسئلك نزل حاسئلك حبيبي وجاوبني. من يجاوبني؟ حافظه؟ تعرف البرنامج؟ ان شاء الله. نبلش؟ ان شاء الله. يلا بلش. اكو داعي اقول لك يعني؟ لا يلا بلشنا. شلونك يا حبيبي؟ حبيبي. شو اخبارك؟ الحمد لله. كم مواليد؟ 94. 84؟ 90. 94؟ ايه ايه ماكو ايه. كل مايك متفقين نبلش؟ هاي نبلش. بلشنا. شلونك؟ زين الحمد لله. شو اخبارك؟ الحمد لله. انت شو تشتغل؟ كاسب. كاسب؟ كاسب. يعني طيار تاكسي ايش عندك؟ عامل. عامل وين؟ بالكرادة. عامل عبادة. الله يرزقك يا بطل. ايش عندك؟ شنبار؟ عمالة شنو؟ مخزن. مخزن؟ مخزن أجهزة كهربائية. أجهزة كهربائية؟ وبالكرادة يمن وين؟ ما نقدر نذكر أسماء. نذكر أسماء تقاطع المسبح. تقاطع المسبح زين. أقول لك حبي أنت متزوج؟ لا. ما اقدر اعطيك شخص. مشاهدينا الغالين طبعا احنا خلصنا الحلقه وننزل واخويا شافني وقال انا احب شغلكم واحب الرشيد وارد اقول شعر فهو يامر امر وهو مرتب ومعدل الزم اعطيني هاي اعطيني هاي نبدل انا وياك يلا عشان تشتغل حياك الله اي موظف وبالسايب اطبق على صف يلا بعد روح شنو شعرك سمعنا الشعر الشعر يقول يقتلني الأرق واسهر ليالي هواي يا عيني ولا مرة غفيت ورحت عن بالي وعيونك الحلوة وطولك المعسول خلوني بمشاكل ويا دلالي دلالي وش تعالت نفسك وابقي وياي وصير النفس بيا وام جهالي ما اقول لك احبك واتركك عيب اقول لك صيري مرتي وحلالي اقول لك صيري مرتي وحلالي سلامتكم يا جماعة والله حكي حكي صفقوله عمي صفقوله انتوا تشوفوه بس انا واقف يمه من ده يحكي ده يحكي من كل قلبه انت بتحبها بعيد عليك قلت ليها كلهم وذول اخوتك لا الحمد لله ما مرتبط يعني حد اليوم ما مرتبط بس تموت عليها انت صح لا الله الله يجعلها من نصيبك انا واقف يمك وحسيت انت تحبها اعتبر رسالتك وصلت بس ما لا اريد منك اسم ولا شيء اللي تحبها ان شاء الله ما مرتبط يعني انت ما مرتبط بس اللي تحبها الرساله وصلت مبين اخوي حياك يلا ان شاء الله يجعلها من نصيبك يلا يلا في مال لا في مال لا لا ضوج لا عيوني شوف السلام عليكم وعليكم السلام شلونك زين يما شلونك الله يسلمك شو اخبارك ان شاء الله خلي هذا يمك احنا تعنينا سالنا وجينا عليك الله يبارك شو اخبارك شلون وضعك على الله الحمد لله قناه الرشيد بعد قناه العائله العراقيه نتشرف فيها هي وكادرها الله يحفظك ويسلمك الله يسلمك احنا ندور عليك الله يبارك فيك هنا تشتغلين؟ اي ان شاء الله يا ربي رزقك ويحفظك ويعمر بيتك حبيبي انت ساكنه عند بيتك مو لك ايجار؟ لا والله هذا قرب يمك المايك لا والله مو ايجار وعندي معوقين بالبيت عندي اثنين معوقين بالبيت عندك اثنين معوقين بالبيت؟ اي والله الله يعمر بيتك ويشافيهم ان شاء الله الله يرضى عليك وبيتك ايجار اي والله زين ابوهم وين؟ ابوهم هو من جلطه براسه وابوه ابوه رجلي وابوه ها أيوة. يعني ابوه هو وزوجته أيوة. أيوة. كلهم بالبيت اي والله يا ربي وانت المعيله الوحيده اي والله يا ربي رزقك الله يسلمك ويحفظك هذا وليدك وليدي الله يخلي بس هذا عندك لا عندي خير من الله زين عندك عندي اثنين ولد وبنين ما شاء الله هو هنا يشتغل وياك لا والله ارجع اريد اشوف له شغله بعد كذا زين أيوة. طيب اهلك موجودين يعني والله كل من يقول يا روحي كل من يقول يا روحي احنا اهلك ان شاء الله على كل العراقيين اهل الغيره الاسبان اهلش واخوتك وبالعكس انت تامرين امر واحنا متعنين على مودك يعطيك العافيه من خلالك يعني احنا العمل عباده ان شاء الله العمل عباده احنا كنا نشرف بحضرتك انت شرف وفخر لنا الله يسلمك تعملين هنا وطلعين رزقك ورزق الولد رحم الله والله ان شاء الله يشافي مرضاك احنا مقصرين جبنا لك هديه بسيطه احنا مقصرين الله يرضى عليكم يا الله يخليك شايل هديه مقدمه من شركه شهد الجود الراعي الرسمي شركة يو إن إير
للأجهزة الكهربائية ومن خلال قناة العائلة العراقية قناة الرشيد دزولك هاي الهدية. الله يبارك. هذا الكارت موجود جوا. ما عرفت اللاجئ أو سبلت أو هذا. الله يرضى عليك. هناك تروحين أعتقد طباخ. والله لو سبلت أحسن لأن يعني معه خطية وما عنده. بعيون يقولي لهم بس هو هنا أعتقد طباخ أغلى من السبلت. الله يرضى. يعني لو 500 أو 600 ألف فيش شيء. الله يوفقكم يا رب. وإحنا مقصرين. رحم الله. وأنتي أمنا وتاج راسنا والعمل عبادة ونشرف. الله يوفقكم. الله يسلمك. الله يخليك. شكرا جزيلا. الله يسلمك. توصلين شيء؟ تحتاجين شيء؟ هاي التليفونات كلها هنا. ساعد أمك ولك. يلا شكرا جزيلا يحفظك. الوكيل الحصري في العراق شركة شهد الجود للتجارة العامة بغداد كرد خارج تقاطع المسبح مقابل السفارة الألمانية سابقا. جمهورنا الحبيب وصلناكم نهاية حلقة هذا اليوم، إن شاء الله كل الناس يفوزون ويانا يعني. غايتنا الوحيدة أنه نسعد الناس. قناة الرشيد قناة العائلة العراقية. اليوم حلقتنا كانت مميزة وبرعاية شركة شهد الجود للأجهزة الكهربائية الوكيل الحصري لشركة وماركة يونيون إير طبعاً هاي الماركة عالمية. شركة شهد الجود الكائنة في تقاطع المسبح مقابل السفارة الألمانية سابقاً. انتظروني وحلقة جديدة واسألكم وجابوني ومن جاوبني ما تقول لي إيه ما تقول لي لا ما تقول لي كلا ما تقول لي نعم ما تسوي لي هالشكل ما تسوي لي هالشكل ولا تقول لي أكيد ولا تقول لي متأكد. تربحون جوائز قيمة مقدمة من قناتكم الحبيبة قناة الرشيد وانتظرونا وحلقة جاية إن شاء الله.